يوم كنا صغار في مدرسة بن رشد الفيحة ومتوسطة صغار، كان يودونا متحف التربوي، كنا نستانس. أنا أول ما ندش الحوت العود، وبعدين كم غزال وكم ضب، وكنا نستانس، يعني كان شيء جميل في ذلك الوقت. لكن يا حسافة، إن من ذاك الوقت نفس المبنى لا أعمال صيانة، موقعه جدا سيء، كنا نتمنى يصير متحف تربوي باستخدام أدوات حديثة، يتم هدم المبنى وبناء مبنى جديد على مستوى عالي جدا. لكن للأسف من بداية لحد الآن ما تغير في شيء، كل ما صادوا لهم سمكة حنطوها، والوضع اختلف. الوضع الآن شنو؟ اختلف. قبل أنت تشتري ليسن بمئة دينار، الحين تشتري بألف دينار. خلاص زين، هذا الليسن بألف دينار، شوف كم واحد يبيعونه باليوم. شو الواسطة اللي تطلع الليسن بألف دينار؟ عموما ما نبي نتهم أحد. اللي يتحققون يصير في موضوع التشدد في موضوع الياسم. نرجع للمتحف. ما دام أنت موجود ربنا يستر. فالمتحف هذا على وضعه الحالي منذ وجدنا أبانا ما يصير. طوروا، راح أوريكم التقرير. تقرير والله العظيم شيء يفشل إن هذا المتحف اللي كان له تاريخ ويانا بهذه الصورة. عطوني التقرير. شوف هذا هني المتحف العلمي التربوي وزارة التربية. شوف العلم شلون منتف، مع الأسف ووسخ لأبعد الحدود. وشلون واجهة المتحف، شوف واجهة المتحف، هذه المبنى هذا اللي دشونه. شوفوا هني، شوف الطوفة السور، شوفوا السويكة اللي مع الأسف هذا السور، هذا السور كله بهالطريقة. شوف شوف السويكة مالت الهنود كلها على السور. والله شيء يلوع الكبد. شوف شلون الناس تدش والضيوف يجون، ماني عارف. حتى هذه اللوحة اللي حاطينها شوف مع الأسف تلوع الكبد. شوف يعني والله مع الأسف، حتى السور شوف السور، شوف الوساخة، سويكة الهنود والله كأنه يعني شوف السويكة اللي يقطونها هني. شوف هذا متحف تربوي. من اللي يشرف عليه؟ وزارة التربية ولا بعد أستاذ عيسى الكندلي وزارة المواصلات والبلدية؟ بعد أكيد وزير البلدية. لازم تجهزون صورة معالي وزير التربية الحين، بس ما أقدر أزعله، هذا يارنا بالفيحة، صعب تزعل بن عيسى. عموما جازولي.